السلام عليكم شباب بنات مصر وطن عربي، معكم محمود الشرنكاوي. النهارده في حلقتنا حاطط عليكم مجموعه تمارين كبارة جدا لشد ترهلات الارداف. قبل اي حاجه سامحنا بتاعتون دايما ما تنسوش انكم تعملوا لايك سبسكرايب وتفعلوا كره توصل لكم كل الفيديوهات الجديده كل ما نبدا الفيديو. من قبل ما اعرض عليكم التمرين الاول او كمان من قبل ما اعرض عليكم بقيه التمارين، عايز اقول لكم ان كل تمرين انا حاطط عليكم او كمان اللي احنا هنعمله مع بعض في فيديو النهارده هيساعدوا ويساهموا بشكل كبير جدا على شد الترهلات اللي بتبقى موجوده في منطقه الارداف، والاغلب البنات واغلب السيدات بيعانوا من المشكله دي. وكمان برضو لو عايزين تعرفوا معلومات اكتر او نصايح اكتر بجانب التمارين علشان توصلوا النتيجه اللي انتوا عايزينها، تحت الديسكربشن او الوصف تحت الفيديو هتلاقوني كاتب وشارح كل حاجه بالتفصيل. المهم الحلو قوي دلوقتي بقى التمرين الاول اللي احنا هنعمله مع بعض، تمرين شائع جدا وبيعتبر من اكتر التمارين اللي بتساعد على انكم تتخلصوا من مشكله الترهلات اللي بتبقى موجوده في منطقه الارداف، وهنعمل التمرين ده مع بعض 4 مجموعات في 15 عد. يلا بينا. ودلوقتي حاطط عليكم التمرين الثاني، التمرين الثاني محتاج تركيز وهدوء اعصاب وتحكم في الحركه نفسها، وهنعمل التمرين ده مع بعض 4 مجموعات في 10 عدات، يلا بينا.
وبعد ما عملنا مع بعض التمرين التاني دلوقتي هنعمل مع بعض وحرت عليكم التمرين التالت. برضو التمرين التالت محتاج تركيز وهدوء اعصاب وتحكم في الحركه نفسها، وهنعمل التمرين ده مع بعض 4 مجموعات في 10 عدات. يلا بينا. وبكده بقى احنا خلصنا حلقتنا زي ما احنا بتاعتين دايما. اي حد عنده اي سؤال او استفسار ارد على الكومنت تحت، وان شاء الله اكتب عليكم بره بوت او تقدروا تتواصل معايا على الفيسبوك او انستغرام، وان شاء الله مش هتاخر عليكم. ما تنسوش انكم تعملوا لايك سبسكرايب وتفعلوا كره توصلكم كل فيديوهات جديده، وكمان برضو ما تنسوش انكم تتفرجوا على كل الفيديوهات اللي فاتت عشان تستفيدوا منها. سلام عليكم.